فوق سهل امور الناس ومشوا معاملاتها. اخذوني يلا اخذوني خلينا نشوف الدائره ايش تمشون. ودارت عليه الدائرة بنهاية المطاف هذا الموظف أو المدير الفاسد، بحيث تعلم على الرشوة شوية شوية وجعلها ديدا وظاهرة إله، بحيث كل شخص يريد يشتغل شغله لازم يقدم هذه الرشوة. وبالأخير سمعنا تالية يقول شوف الدائرة شلون تمشي بدون. هسيك أحسن لك وضعك هذا؟ أكيد لا، وهذا كله بسببكم أنتوا الإعلاميين. العراق مليان غلط بغلط، ما جيتوا بس عليه يصير خير. شوفوا أعزائي المشاهدين نبرة التهديد اللي يتكلم بيها ويانا، مفكر نفسه بعده بالمكان اللي هو بيه ويمكنه من تهديدنا. أنا ما هدد، بس لازم كل واحد يعرف حجمه ووضعه الحقيقي. أنا رجال إعلامي، أنت رجال موظف متهم بأنك موظف فاسد. فاسد؟ أنا أشرف واحد بالعالم، هاي كلها أوهام ومغالطات. والرشوة زين؟ هي مجرد هدايا. لا مو هدايا، تجبر الناس إنه ينطونك فلوس في سبيل أن تقدم خدمة بسيطة، ممكن توقيع بسيط تجبرهم المساكين يصدقون بيك. التجريد قديم، شوف العالم وين وصلت، شوف الدنيا شلون تتطور، شوف الموظفين البرة شلون يشتغلون. إلا هنا الموظف المجتهد واللي يحافظ على شغله تسموه فاسد. دقيقة اصبر، خل اشوفك شلون البرة الموظفين يتعاملون ويا الناس وانت شلون تتعامل. Excuse me. One minute please sit down. Finished is finished. Thank you. Welcome. شفت شلون يشتغلون بباقي الدول؟ لا فساد ولا رشوة ولا محسوبية، وأيضا إنجاز المعاملات بسرعة البرق. ارجع للعراق وخلي أشوفك شغلة نكهة وبعدين حكم علي. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام حجي، شنو هاي معاملتك؟ باطل استرقيع من جناكم. سهلة حجي تفضل استريح. بس هاي وين اوقع حجي؟ معاملتك صارت الحرب العالمية الثانية. والله يا ابوي قالوا لي التوقيع من جنابك الكريم وينتهي كل شيء. سهلة حجي سهلة، تعالي بعد سنة. بعد سنة؟ انا صارت 3 سنوات اروح واجي. شو اسوي لك يا حجي؟ معاملة ضخمة، أصلاً راح أجيب فريق مختص حتى نعرف وين نوقع. ويه ما تسهل لنا ياها، منا ألف رحمة على والدي. شلون حجي؟ ماذا أسمعك؟ هدية شنو؟ تقصد هدية؟ ترى أنا ما أخذ رشوة. وايدك يا هاي حراجعت حجي. يعني والله ما اعرف شو اقول لك يا حجي. تعال لي ورا 6 شهور. والله هاي يعني احراجات وضغط على عمل وتراكمات يعني. بس الخاطر هالشيبة الكريمة، تعال لي بعد شهر. سهلة حجي سهلة، دقائق ومعاملتك تكون موجودة. وهاي للوجه الطيب، ما تضيع وجهك إن شاء الله. أشكرك حجي. أنت معاملتك ترى كاملة من البارحة. تفكر والله حجي. هسه تقول هاي مو رشوة؟ مستحيل أنا آخذ رشوة، حياتي ما مديت يدي لحد. بعدين هاي هدايا وتسهيل امور. زين مو بدك تاخذ راتب من الدوله؟ ايواني اشتغل على قد تعبي. انت ما شفت معاملتك كبرها ايش قدها؟ يراد لها فك شفرات ورموز ويحتاج لها خبير مثلي. واللي ما يدفع لك ايش تسوي له؟ يلزم صراحه على حال العالم، شو وين المشكله بالموضوع؟ لا انت تجبر الناس هي تدفع لك، بحيث فرصهم تروح للي يدفع لك. مستحيل انا اسوي هيك شيء.
هسا نشوف. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل استاذ. شنو عندك استاذ؟ ممكن توقيع حضرتك؟ بس ما عملتش بيها نقص وضايح، كمليها من جديد وتحت. مستحيل استاذ، مكملتها كلها. قابل انا مستهدفك او اعرفك من قبل؟ لا استاذ، يعني اذا اريد ارجع اعيدها يراد لي شهر. الاجراءات هي الاجراءات. زين استاذ، ممكن تمشيها من يمك؟ هاي شلون حكي اختي؟ هاي اجراءات وبعدين ما اقدر اسوي لك. بس خليني اشوف لك. يا رب. الو، اهلا استاذ عوني. الله يسلمك. يابا هاي المعاملة جتني هسة. اي بيها نقص هواية، مستحيل. ابنك حلاوش بيه؟ اي صحيح صحيح، حقك المصاريف هواية والراتب مدى يكفي. بالفعل بالفعل، احنا كل اللي نمر بهاي الظروف، بس شو تسوي؟ كل شيء ينحل بالفلوس استاذ. اي ابني الاستاذ الله شاهد ما عندي. انا هم مفلس استاذ عوني، بلكي الله يرزقني بشي منا. يلا ماشي ماشي، اخابرك فد شوي استاذ. اخابرك استاذ، قد محتاج فلوس. محتاج فلوس؟ شنو هالحكي هذا؟ هذا استاذ عوني ويانا خطيه مدخل ابنه مدرسه اهليه على مدرسين خصوصيين، يعني راتب مدى يكفي او هيك شيء. الله يساعده. يعني ايش قد محتاج فلوس استاذ عوني؟ ايه والله يعني هاي تبقى حسب الدفع حتى الإجراءات تسهل. بس هذا المبلغ قليل يعني ما يكفي للسال عوني. شوف هالسلسة عاملتك كلش تمام وأبو عوني هم تمام. شوف ليش الغلط، وين الغلط؟ وين هذا الغلط؟ أنا أقول وين الغلط. معاملتش كاملة وتدللين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. دلل. الحقيقة يعني نأتي إلى البداية، الموظف هو مواطن، وهذا المواطن جزء من مجتمع، وللمجتمع قيم اجتماعية، وضمن القيم الاجتماعية هي الأخلاقيات الدينية وما شابه. فإذا قدرنا نبني مواطن يحمل قيم إيجابية من خلال التربية والتعليم، ويفهم واجباته الأساسية عندما يصد للمسؤولية العامة في القطاع العام وحتى في القطاع الخاص، سنرى هنالك تعامل الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز قيم النزاهة من خلال الممارسة، لأنه تربى في مجتمع قيم الاجتماعية عالية جدا، وهنا سيتحول الموظف إلى منتج. الجانب الآخر، احنا عندنا أخطر شيء بالموظف، يعني بعد تطبيق المعايير الإدارية والقانونية في اختياره كموظف، احنا أخطر عندنا شيء بالموظف هو جريمة الرشوة. جريمة الرشوة هناك تأثير اجتماعي على أسرة الموظف، وهناك تأثير اجتماعي على من يتلقى الخدمة، وهذه جريمة قد نحسبها ماديا ولكنها أبعد من أن تكون مادية. ولذلك عندما يكون الموظف يعتمد على قيم اجتماعية إيجابية وأخلاقيات في العمل، ويكون متحرزا جدا في التجاوز على هذه الأخلاقيات، سنرى هنالك مؤسسة إيجابية تقدم الخدمات للمجتمع وفق البرنامج ووفق مهامها الوظيفية. الموظف جزء من المجتمع كما قلنا، وهو إنتاج للمجتمع، ولكن عندما تتحول العملية في استغلال السلطة الإدارية واستغلال النفوذ نتيجة هذه الوظيفة لاستحصال والحصول على منافع خاصة بشكل غير قانوني، يعني غير الراتب القانوني، هو الراتب والحوافز ما شابه، بس بشكل غير قانوني هي الرشوة وابتزاز المالي وحتى الابتزاز الجنسي. بمعنى هنالك عندنا خلل
في القيم الاجتماعية، هكذا أتحدث بها، لأن هيكلية نظام النزاهة الوطني بحدود 11 معيار يعتمد ويستند على القيم الاجتماعية. هسا شنو تقول؟ مو كانت تجبر الناس يعطونك رشوة لو لا؟ ما أقول شيء، هاي أبو عوني كان محتاج فلوس لأكثر. حتى اسم أبو عوني أنت مخترعه حتى تحتال بيه على الناس وتجبرهم يعطونك رشوة. أفرض هذا الشيء صحيح، بس أنت شفت السرعة القصوى اللي تمشي بيها المعاملات؟ يا سرعة قصوى الله يخليك، كل معاملة شهر شهرين، وإلا يجي صاحب المعاملة ينطيك رشوة يلا تمشيها له. هاي هدايا أو تسهيل أمورات، وبعدين أهم شيء الإجراءات ماشية بالطريقة الصحيحة. والله دمرت البلد أنت وامثالك. مستحيل، كل شيء ماشي بالطريقة الصحيحة، وبعدين أنا ما أخون بلدي أو أخرب بي شيء ثاني. زين تعال أشوفك. تعرف هذا الشارع إيش قد يحصد أرواح ناس يوميا؟ هذا وين صاير المكان أصلا؟ هذا المكان متواجد بكل مكان بالعراق بسبب تأخير الإعمار. تعرفوا بسبب منه؟ هم قل لي بسببي. بسببك أنت وآلاف من أمثالك اللي يأخرون الأعمال والإعمار بسبب هدية أو رشوة، شو تريد تسميها سميها. بس يعني مستحيل أكون أنا السبب الوحيد بوفاتهم كلهم. زين هنا ناس دا تموت وعلاجات تتأخر وأرواح الناس بيد من لا يرحم. وأنا شو اللي علاقة بذولا أصلاً؟ اطمن، أنت مالك علاقة، لكن من أمثالك هم سبب هذه الفوضى والخراب. خدمات ماكو، لا كهرباء، لا مي، بطالة، العراق انتهى، يعني مدارس ماكو، لا تعليم، لا صحة، لا هاي. هم قول طرف ثالث وأنت مندس وطلعني أنا ما أعرف شنو بعد. لا، لكن أنت جزء من منظومة. الموظف اليوم مسؤول من أصغر شخص لا أكبر شخص. ليش؟ لأن العمل بالدولة هو منظومة، أنتم تستغلون مكاناتكم لتخريب شيء واحد اسمه الدولة. أستاذ أنت أكيد غلطان بهاي النقطة، وبعدين صحيح أنا موظف فاسد، بس يعني أنا كلش أحب الدولة. أخي العزيز، يا قانون يا كلاوات، ما عليك بالإجراءات القانونية، كل شيء يمي. شنو؟ مدير عام؟ شنو؟ مدير عام عنده صلاحيات؟ مستحيل يمشي هاي الصلاحيات علي. مالك شغل، أنا حاسب حساباتي. وبعدين هو على شنو مخبوص وحارق دمه؟ قابل أنا ما أخذ من بيت خلفاً؟ أضرار بالمال العام، هو من اسمه مال عام، مو من حق أي واحد يتدخل. لا لا ما عليك، لا يظلون يبيعون براسي وطنيات. ما عليك بيهم. يلا مع السلامة. أسباب الفساد الإداري والباري في الدوائر والمؤسسات له أسباب كثيرة، يأتي في مقدمة ذلك يعني ضعف الثقافة القانونية لبعض الموظفين، يجهل بعض الموظفون أنه عقوبة الرشوة مثلا تصل إلى 10 سنوات وعقوبة الاختلاس تصل إلى 15 سنة سجن، لهذا تجد الكثير يعني يجهل العواقب، وحتى استرداد المال نص عليه قانون أصول محاكمات جزائية وقانون العقوبات. هذا أولا. ثانيا يعني عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من بعض الدوائر والمؤسسات ضد مرتكبي هذه الجرائم. كان في السابق يوجد مكاتب المفتشين العموميين كانت لها دور في الربط بين الوزارات وهيئة النزاهة، بعد أن تم إنهاء عمل هذه المجالس أصبح هذا الرابط غير موجود، وبالنتيجة يعني الرقابة على الوزارات والمؤسسات ضعفت. برأيي لحل هذه المشكلة يحتاج إلى أن يتم إنشاء دوائر خاصة بتعديل، يعني بعد تعديل قانون هيئة النزاهة رقم 30
لعمل في 11 حتى يكون بديلا عن مكاتب المفتشين العموميين، وهذه المكاتب يحتاج إلى أن يكون فيها قانونيين ومحققين يدخلون دورات في علم التحقيق والجريمة. أما مسألة الردع فبرأي الخطة أو الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة، حكومة الأستاذ السوداني وأيضا هيئة النزاهة، هي إجراءات رادعة ستحقق الردع، وهذه أهداف العقوبة الجزائية هي تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية، والقانون يطبق على الجميع ولا أحد فوق القانون. هذه الإجراءات اللي اتخذتها هيئة النزاهة والقضاء مجلس القضاء أنا برأيي ستحقق الردع، ستجعل الكثير يراجع نفسه قبل أن يرتكب مثل هكذا جرائم. الملاحظ على هذه الجرائم مثلا جرائم تهريب النفط، تهريب العملة، الاختلاسات كبيرة يعني بمقدار كبير، لهذا هي تخص المجتمع. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة، وأعتقد أنه يعني ستخف مسألة الرشوة والاختلاس، ليس فقط يعني طريق العقوبة والمحاكم، لا، تحتاج إلى دور كبير للإعلام، التثقيف، دور أيضا رجال الدين، خطب يعني الجوامع، أيضا برأيي يحتاج إلى تثقيف المجتمع عن طريق التدريس، يعني كتب نحتاج في تدريس في المتوسطات مثلا في الكليات، يدرس القانون يعني ولو العقوبات، بعض العقوبات اللي يطال مثلا من يرتشي، كل هذه الأمور ممكن أنه تكون رادع لارتكاب جرائم الفساد الإداري والمالي في العراق، اللي طبعا جعلت العراق في المرتبة المتقدمة في العالم من حيث هذه الجرائم. نصيحة للي يأخذ رشوة أو يأخذ اختلاس، عليه أن يفكر بالعواقب، ليس العواقب التي ستطاله فقط، لأن عقوبة الرشوة مثلا والاختلاس هي جناية تصل إلى 15 سنة، هو سيتحطم في السجن، مستقبل يضيع، الأموال كلها ستسترجع منه، ليس هذا فقط، هو أيضا سيسقط مجتمعيا، لأن هذه الجرائم مخلة بالشرف. أيضا أولاده، سمعة أولاده، عزتهم، كرامتهم على المستوى الاجتماعي العشائري، يعني حتى لو كان عنده مثلا فتاة أو بنت ما يتزوجها أحد، لأن راح يقول لك هاي والدها وأخوه، أخوها مرتشي أو بيختلس. لهذا يعني بعد 2003 اختلف الحال، يعني قبل 2003 كان ممكن نقول الوضع الاقتصادي وجراء يعني صدام وإجرام، لكن الآن الوضع جيد والرواتب جيدة، يعني يحتاج على الموظف أن يحسب 1000 حساب قبل أن يخطو خطوة أخذ الرشوة أو الاختلاس أو جرائم الفساد. الفساد هو ظاهرة عالمية تتدرج فيها الدول على سلم يؤشر مستوياتها، وتلعب منظمة الشفافية الدولية دورا مهما في توثيق حالات الفساد حول العالم. في العراق ابتدأ ظاهرة الفساد تستشري في ظل النظام السابق، خاصة أبان الحصار الجائر. الموظف العراقي كان يحصل على مرتب لا يكفي لشراء كيس طحين واحد، وغض النظام الطرف عن حالات الفساد التي استشرت في المؤسسات الحكومية. بعد عام 2003 سمحت الإجراءات الأمريكية لبوابات الفساد أن تتسع في البلاد من خلال تبديد أموال العراق على مشاريع وصفت بالوهمية، وفضحتها لاحقا وسائل إعلام عالمية. حكومات البلاد بعد 2003 اتخذت خطوات كبيرة باتجاه محاربة الفساد، منها تشكيل لجان عليا لمكافحته وصندوق لاسترداد أموال العراق. كل المؤشرات تقول إن مكافحة الفساد تبدأ من المجتمع لا من الدولة، لأن محاربة الفاسدين نفسيا والتضييق عليهم ومحاربتهم اجتماعيا يحد من نموهم وتأثيرهم. بعض الفاسدين يتفاخرون بامتلاكهم لأموال طائلة والعقارات، وهو ما ترفضه الذائقة الوطنية والعرف الاجتماعي الذي يقف بالضد من الفاسدين والسراق.
الحرب على الفساد تبدأ من المدرسة ومن الشارع والأسرة والمجتمع بأكمله. فلكي تكون لدينا مؤسسة رصينة لا بد أن نبدأ من الإنسان أولا. يعني عندك بيت واثنين وثلاثة وعندك فلوس بالمصرف، وين تريد توصل؟ صلى على النبي يا معود، لا تروح تحسدني، بعدين أنا عندي عائلة. وتوكل عائلتك ما الحرام يصير؟ وشنو أنا بايق؟ بعدين هذا كله شغلي وتعبي، وثم أنا عندي بنتي محتاجة علاج. شو وقت تمرضت بنتك؟ ما أدري، تقريبا قبل كم سنة. شوف أنت إنسان ما تهتم للأموال وتصرفها بغير محلها، لكن سبب مشكلتك ومشكلة عائلتك وبنتك هي أموال الحرام اللي تاخذها، فهي كل يوم تسبب لك مشكلة وما تخليك مرتاح. شو أسوي هسه؟ توب إلى الله سبحانه وتعالى، توقف عن أموال السحت والحرام تدخل لبيتك. وشلون أعيش؟ حالك حال الناس، براتبك عيش، ورا الدوام تقدر تلقى لك شغل ثاني، تقدر تكفي حياتك. والهدايا؟ ماكو شيء اسمه هدايا، كلها رشوة، فساد إداري، وأيضا أموال سحت وحرام.